يمه أحمد وأمه يبونا نروح نختار الشبكة جميع. ما في داعي يا يمه، أنا بكلم أمينة خلي أجل الموضوع كم يوم. يمه ليش أجل الموضوع؟ والله ما أدري إيش أقول لك يا بنيتي. وش صاير يا يمه فهميني؟ يا بنت الحلال يمه وش صاير فهميني وش صاير؟ أبوك يمكن يفسخ الخطبة. وليش يفسخ الخطبة؟ يقول أبو أحمد لازم يكتب مقال عن حزب الله. حزب الله هذا حق لبنان؟ أي حزب الله حق لبنان، في غيره؟ الحين وش دخل زواج من أحمد في حزب الله؟ والله هذا اللي صار، أبوك ركب راسه، يقول إذا أبو أحمد ما كتب مقال ينتقد حزب الله ما هنا عرس. يا سديم يا حبيبتي، لازم تعرفين أنا ما أقدر أكلم أبوي ولا أتجرأ أصلاً إني أقول شيء عن مقالاته ولا شغله بالجريدة. يا أحمد كثر الكلام ما يفيد، ترى زواجنا اليوم في خطر. إذا تحبني وتبي تتزوجني خل أبوك يكتب مقال ينتقد فيها حزب الله. إذا ما تقدر روح تزوج حزب الله. يا جماعة أفهموني، أنا عمري ما أيدت حزب الله ولا أتعاطف معاه أبدا. طيب ليه ما تكتب مقال عنهم وتنتقدهم وتخلصنا؟ لأني ما أبي أكتب على مزاج تركي عشان أنهي شكوكه. إيه بس دامك ما أنت متعاطف معهم وتنتقدهم وضدهم هذا ما راح يكون يعني ضد قناعاتك أنت، بس صدقني ما راح تفرق كثير يبا. لا تفرق، ساعتها بيملي علي المواضيع اللي أكتبها واللي ما أكتبها، وكل من شاف شيعي ما يعجبه قال يلا اكتب عن عشان تثبت أنك ما أنت شيعي متعصب. هذا كلام يا أم أحمد. يا أبو أحمد واللي سلمك عاد إحنا ودنا نحل هالمشكلة خلاص. إيه بس أنا ماني سبب المشكلة، أنا ليبرالي حقيقي مو مزيف مثل تركي. بعدين على فكرة أنتم ما تعرفون تركي كثري، تركي هذا دكتاتوري وماخذ الليبرالية عشان يمشي دكتاتوريته علي الحين. زين أنت يا ليبرالي حقيقي ورا ما تواجهه. يا يما الله يخليك، مو ناقصين نقاشات فكرية ومواجهات، أنا بيتزوج وخلصوني. ما شاء الله يا ناصر، أجل تخرجت؟ اي طال عمرك بعد امتياز ما شاء الله. لا وبشرك صار مثلك ليبرالي. ليبرالي؟ انت يطلع منك ليبرالي؟ طلع حد شو نسوي؟ متاثر في مقالاتك، جاني وقال لي ابوي انا ودي اصير ليبرالي مثل عمك. قلت ابى تصير ليبرالي مثل عمك، بس اهم شيء لا تترك الصلاه. صلاه؟ وش دخل الصلاه في موضوع؟ شوف يا ناصر سم، ترى أبوك هذا كتلة من التخلف ما شاء الله. والله العظيم والله ما ضيعنا ولا شوه سمعتنا إلا أبوك وربعه. لا تصدق أي شيء يقول لك عن الليبرالية. سم اللي تشوفه يا عمي. اللي تشوفه أنت، مو باللي أشوفه أنا. اللي تشوفه أنت، اللي مقتنع فيه أنت. الليبرالية أساسها الفرد، تعرف إيش معنى فرد؟ مسدس يفقش راسك. الفرد يعني واحد نفر. لحم ولا دجاج؟ حلو صح عمي. يا جاهل سم.